إيه سلاحك لو سألتك على سلاح في إيد دينا عملت بيه كل ده من وهي طفلة؟ إيه سلاحك؟ هو مش سلاح، هو طريقة فكر، هي يمكن تكون أدواتي مخي. مخك؟ شكتيش في نفسك لحظة؟ شكيت في نفسي؟ نيفر. ما راجعتيش نفسك لحظة؟ أراجع إيه؟ ما هو يعني ما جاش عليكي لحظة كده في حياتك قلتي هو أنا ماشية في الطريق المظبوط ولا أنا؟ لا 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 لا، ما عنديش الحاجات دي خالص. مفيش. لا لا لا، وحتى لو غلطت ما بفكرش ان انا بقول ان انا بني ادم طبيعي بيغلط زي بقيه الناس، يعني غلطت غلطه وخلاص. طالما ما اذيتش حد خلاص، هي دي اللحظه اللي لو اذيت فيها مخلوق دي اللي ممكن تعرقلني جدا 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 جدا. شايفه نفسك اذيتي حد؟ لا الحمد لله. حتى لو بدون قصد؟ لا لا، ما هعملها ليه بدون قصد؟ يعني لو هاذي حد لازم اذيه بسبب. عمري ما عملتها، عمري ما قبلت اعملها، بالعكس انا اللي اذوني. حياتي جميله. اللي اذوني في حياتي ولا اذيتي؟ لا تأذيتي ولا اذيتي ولا تعرقلتي. اتأذيت بس انا عمري ما اذيت. اللي اذوني حتى ما اذيتهمش. لا ازاي ما تأذيتش؟ يعني لا، ليه انا جايه في علبه بلاستيك؟ لا، اتأذيت كتير جدا. بتتعاملي مع الاذى ازاي؟ لازم انا اقوم. أنا مبفكرش في الأذى نفسه، أنا بفكر إن أنا أقوم نفسي، إن أنا أبقى كويسة. ما بيفرقش معايا خالص إيه نوع الأذى ولا أذيت إزاي. وأنا أذيت كتير، يعني كتير. أذيتي أكتر من مرة بأكتر من شكل، منها مرات اتعرضتي لهجوم بشع. مين كان جنبك؟ مين ما كانش معاكي؟ والله هو ساعتها بتعرفي يعني زي ما تقولي في يعني في مواقف في حياتي كانت قويه قوي غربلت لي الكره الارضيه، يعني حسيت ان انا ايه ده، هي الناس بتقع كده بالسهوله دي؟ يعني تك 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 كل الناس بتقع، بس ظهر لك ناس دايما في المواقف دي. بيروح ناس، بيقع 10 ويطلع واحد. الحمد لله كانوا اكتر من واحد، بس بجد حقيقيين طبعا وموجودين لحد دلوقتي طبعا، لانهم حقيقيين. هي المشكله الوحيده اللي في حياه كل فنان بالذات انه لازم يتمسك بصداقاته اللي من ايام المدرسه واللي من ايام الجامعه واللي من ايام طفولته، لان دول الحقيقيين. صداقات اللي من الوسط الفني أو بعد الشهرة، صداقات معظمها زائفة؟ أغلبها 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 مش حقيقية صداقات. أنا بعتبر إن أصحاب دي حاجة عادية، صديق دي حاجة مش عادية. يعني الصديق لو عندك في حياتك 6 7 فاحمدي ربنا واشكري فضله انك عندك 7 اصدقاء، لان يعني بكبيره ممكن يبقى عندك 2. لسه كنت اقول لك 3 يا دينا، كفايه نحمد ربنا عليهم. لكن انا عندي 7 اصحابي من وانا عيله صغيره، واخواتي بحبهم، والاصحاب عندك كتير، المعارف عندك اكتر واكتر. بس تبقي عندك البيز بتاع 7 ده.